إلى الكاميرون مع عادة 2021. نعود نقول بسبب الكورونا 2022 رسميا الكان المقبلة ستكون في جانفي 2022 بإذن الله. هكذا هي المباراة، تونس بالأحمر، تنزانيا الأرض والجمهور بلونها الاعتيادي التقليدي اللون الأزرق. تشكيلة المنتخب التونسي بإشراف منظر الكباير وعادل السليمي، لحراسة المرمى فاروق بن مصطفى، على اليمين كشريدة، على اليسار معلول، 6 برون، 4 مريح، 13 الفرجاني، 14 بن عمر، 17 الياس الصغيري، 8 سيف الدين الخاوي، 7 المساكني قائد فريق، و10 ساحات موجوده والانطلاقه السريعه والهدف الاول قريب، خطيره جدا المساكني والهدف يضيع. محمد حسين، 20 بكري نوندو، 5 ايراس تونيوني، رقم 4 جو اولمبيك الكاف، خربش باللكحل والاحمر وابراهيم الشاف. من عاصر ذاك ممكن اسهل في المعطى التكتيكي، لانه المنتخب التنزاني باش يتقدم ويخ نمبر 1 وكشريدا ودراجر يتبادلوا كما قلت انت ظروف الماتش. واليوم اختيار كشريدا مش تورنوفر، يمشي معلول، معلول وينه بالراس، ترجع من الدفاع ارتباك الكره عن طريق الفرجاني وفرصه وفي لمسه يد الفريق السوداني بمريخابه وهلاله. ثم هذا الفريق ايضا على مستوى الشامبيونز ليج صار عام ولعامين، 3 نقاط غينيا الاكواتوريال، 3 نقاط ليبيا، 3 نقاط تنزانيا. تنزانيا تلعب من اخر فر البدايات، تمشي الكره البدايات تسهل الخواتيم، المنتخب التونسي عن طريق واجد كشريده والنتيجه. لذلك تونس تاريخيا 64 انتصار في تصفيات الكان، انا معتبره 63. ماتش نيجيريا تعادلنا 2-2، انسحبوا طريق علي معلول، حلوه فما المساحات، تلعب يوسف، يوسف حلوه كوره والهدف الاول. 1-0 المنتخب التونسي. من فهد الكوش، من العبوش، يا خاوي يا خاوي احكي الحكاوي يا خاوي، واحد بلاش الخاوي يسجل الاهداف. اول هدف للسيف الدين الخاوي التونيزي مارسي هنا مع المنتخب التونسي، اول هدف خارج رادس لانه سجل دوبلي في الكان هذه في تصفياتها ضد المنتخب الليبي في رادس. اليوم اول هدف للخاوي خارج الديار، ان شاء الله منتصرين وباذن ربي رابحين. شوف الكوره عليه، وي علي يا علي وي معلول. لذلك قلت في المجموعات ما يقدوناش التسديده والثانيه يا خاوي. لو كانت كاس العالم هذه ايضا بنظام، نعرف شويه تنبير يقولوا لي سهل عاد كان التصفيات، هاي الناس كل موجوده. هيتو نحكيو على المونديال، في المونديال ايضا منذ الاعتماد على دوري المجموعات ولكحل كلاس. ترجع كرة لمنتخب تنزانيا، كلتنا الأزلية، نحكيو شيء ثاني. نرجع للمباراة، احنا حتى لو تلاحظوا على مستوى ندا في مباراة رادس، حذاري من هذه الكرة لمنتخب تنزانيا، عرضية وينك يا مرياح؟ مرياح بعد الكرة ما نقبلوش اللعبة. علي يوسف سيف الدين وكرة جول وتسديدة والكرة عالية ضربة مرمى لفاروق. ترجع الكرة لابد من تأمين المباراة بالهدف الثاني، رد بالك ديلان، ديلان برون. 5 رسمية وكان بمبادرة صينية، ما فهمتش علاش احنا تخلينا على الجانب الصيني الحقيقة. التنين وعلي يقرب والخزري يمشي، والخزري 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 شاط وحتى مكواك يا وهبي، مكواك ومحلاك. على فكرة هما زايدين علينا ساعتين، يعني الماتش بدا 10 بتاع الليل بوقت دار السلام. حلوة الباس يا ولد، يا وسام التسجيل في مرمى ايشي سالوم. على فكرة عندهم 4-5 ألقاب ملاعبية سالوم، شكله سالم متاعنا هذا. صاروا خايف من وترا وتراوري وبكري وضيع لنا وقتها، ممكن دومي فينال مينيموم في تلك البطولة. 19-20 بن سليمان، هذا يلزم نبحثه الان. والثانيه خزري ما تضيعش يا خزري، والثاني والعارضه يا ولد يا خاوي يا ام ترجع الكره المنتخب التنزاني، ترجع الكره ان شاء الله اذا في البرنامج حسم خزري. وهبي يهرب، وهبي الخزري، وهبي الخزري كره حلوه وفما تسلل، رفع الرايه على الياس الصخيري القادم. تمشي كره وسط الميدان، كرة طويلة وملعوبة والتماس لمنتخب النسور. النسور في ليلة العب الوطني التونسي المتقدم بهدف لصفر. تونس اللي حققت أول انتصار على الميدان في تصفيات كأس أفريقيا على المغرب 4-1 عام 63، وأول انتصار خارج ثانية أواخر الشوط الأول. 1-0 تونس،
والكرة تمشي ملعبة طويلة عندك بالراس المتابع حذاري حذاري من العرضية حذاري وموجود فاروق بن مصطفى وحلو الباس والكرة عطيك الخزري عودها له عودها له يا وهبي ترجع الكرة مرة أخرى للمنتخب الرجالي هذا عليه لا يضربوا برشا يضربوا برشا لازم يتدخل سيلسو أرميندو الفاكاو الفار يلعب كرة أحلى أحلى عود له يمشي يندو وصل كرة فما لمسة عن كامي ترجع كرة فيصل سالم فيصل حط الكرة التغطية موجود ربيك يا ربيك برافو مريح ياسين مريح ما فزدواش في آخر الشوط سيطرة تكتيكية فنية وبدنية على المواجهة هذه عرضية خطيرة بالرأس رد بالك والكرة مشات طلعت برا أوت تمشي كرة ضربة مرمى لفاروق بن مصطفى منتخب التونسي ماتش غينيا والماتش هذا في دقيقة 11 من الشوط الأول هذه تقريب أولى الفرص وأولى المحاولات الجدية أفضل من ماتش الذهاب بكثير من ماتش موقع ترادس في انتظار الشوط الثاني شوط اللاعب اللي عمل تجربة يعتبر لليوم الهدافين التاريخيين في التوب 3 للهدافين التاريخيين بتاع نادي العين الإماراتي وقتها كان يتدرب فيهم الشتالي في بداية أواخر السبعينات والثمانين ولاعب طبعا الصفر للصفر مع السيطرة الخنيسي ضيع زوز بونتو والبينالتي بتاع فرجاني وهنا تسديدة وهدف التعادل وهدف التعادل من الكرة الأولى المنتخب التنزاني الدقيقة الثانية تقريبا في الشوط الثاني وفيصل سالم فايصل سلوم يصعد السلم ويسجل بقذيفة لا تسد ولا ترد هذا هو اللي توقع في اللعب الافريقي الكرة ممتازة جدا من فايصل سلوم والنتيجة هدف التعادل للمنتخب التنزاني شوف الكرة كرة ميتة خطأت فكت شاء تحذير روتار عليه الدفاع شاد كيما جاء من بعيد والنتيجة أول كرة على مرمى فاروق في الشبكة مع ديفياسيون تغيرت الاتجاه بتاع الكرة بكري مراوغة وتنزانيا بقوة الآن خطيرة جدا وعلي تلعب الكرة التنزانية خطيرة المنتخب التنزاني موجود ممتاز الفرجاني ناخو نقاطنا ثلاثة يمشي بن عمر بن عمر المساكني يطلع له معلول يسلو على اليسار يشوط كان ممكن يلعب مع علي معلول منتخب الدار هنا في دار السلام عرضية بالراس ترجع خطيرة المنتخب التنزاني كورة لفريق تنزانيا برشا روح الآن برشا روح من المنتخب التنزاني الآن هي الفترة الحرجة والصعبة تنزانيا تلعب الكل في الكل بشكل آخر لا مباراة رادس ولا الشوط الأول خطيرة والهربة والهدف الثاني قريب لمنتخب تنزانيا منتخب الكليمنجارو وهذا أدم أوماري بالرأس خطيرة وكاد يكون خطيرة جدا الهربة من رقم 14 يهرب رقم 14 جون رافائيل بوكو قائد الفريق بوجد كشريدة ويصل مواعيد ترجع الكرة باهم الخاوي يلعب الكرة خازري 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 يمشي بالعرضية ضاعت الكرة التونسية وجاني جرى كرة لعلي يتقدم علي معلول يلعب كرة ممتازة للنصور كرة حلوة يمشي فيها يوسف المساكني حاول يعاود الكرة تمشي من وهبي الخازري وهبي الخازري شنو يا وهبي يلعب كرة الراس أنا باش تحطها برانكو ترجع فيصل سالم وخطيرة جدا على منتخب تونس سبحانه مغير الأحوال في الشوط الثاني خطيرة برشا والهدف الثاني قريب الهدف الثاني مرات صعيبة تصبح هنا في دار السلام أعتقد أن الإطار الفني مطالب بتغييرات أحسن أشواط تنزانيا في البطولة والكرة مرة أخرى العرضيات على الطريقة الإنجليزية وكورنر الركنية لتنزانيا للكليمنجارو يتقدم المنتخب التونسي عن طريق مرياح حلوة الكرة تمشي حلوة راس خاوي عودها له والخاوي ضيع الهدف الثاني والنمر بن عمر الياس زرع اليسار طلع كرة يوسف يمشي المساكني هز كرة الكشريدة وجدي كشريدة حتى عن طريق الخزري يمشي الخزري خطيرة خزري دو واحدة والثاني ويتعرض وترجع كرة من السخيري والدفاع يصمت وترجع المنتخب التونسي كرة طويلة بن عمر دفاعية أكثر منها هجومية جابها كشريد كرة الثنائية ولا تريونجل والدخول بسهولة وسط لاكس المحور الدفاعي لتنزانيا جاي أحكي على الهدف يا خاوي الفريق هذا كيلعب الدفاع منظم جدا الفريق التنزاني ترجع كرة بالراس فيصل سالم والكرة طويلة والتماس تونسي
واعتقد انه نتذكر منتخب تنزانيا النقطه بالنسبه له ثمينه. خطا فادح من المنتخب التونسي. بن عمر يغلط وجمريح وجا ديلان وديلان ير الخاوي قف الخاوي مع الرطوبه مع الامطار ارضيه الميدان ولا ترزينه مع هو ناقص كومبيتيسيون مباراه الى اداره فنيه قويه الحقيقه. المنتخب الليبي افتقد في هذه المواجهات المباشره مع غينيا الاستوائيه لفوز البنزرتي. خبرته وكلمة جدا في الترتيب بالنسبة لتنزانيا اللي عندها مواجهة مباشرة ضد غينيا الاستوائية في مالابو ثم استضافة لليبيا.